اسمع يا اختي، هذا حصل بان بده غلي منيحة، بده 12 ساعة على نار هادية، مش تحطي مية وتشربي؟ ها تفضلي. سلمي على جوزك يا متيسير، سلمي على المكحكح. السلام عليكم ابو جعفر. هلا كامل ميل. لا يا عمي حل عني، ميل تعال تعال. طيب هالكامل طيب لدرجة الهبل يابا، مع قرش اشتري مصاصة والله ريق ناشف نفسي فيها يابا. فكرت في الموضوع؟ فكرت يابا، خلاص الموضوع منتي، توكل على الله. الله خلينا اياك يا بركة. عيب على اللي عارف عن شو الموضوع اللي بيحكي فيه. الولد طيب طيب لدرجة الهبل. لا لا لا، انا صب لي شي، بديش اشرب، انا صايم انا صايم. العافية ابو طويلة. يا مرحب يا مرحب يا هلا يا هلا, هلا. يا مرحب، اقعد اقعد. هلا تفضل. جيت والله جابك، اقعد اقعد. ده صب الناس، صبش ولا انا ولا انا، خلص صب لحالك. خلص انا بشرب. وين امبارح مرينا عليكم لقينا داركم طافية وفيش حدا؟ والله اللي صار فينا امبارح ما صار في حدا، كنا فيلم اخو شلم. اه والله الله سترنا يا الله. يا جماعة كلكتونا وين كنتوا؟ كنا معزومين عند الجماعة وتأخرنا ونمنا عندهم. اه نمتوا برا البلد يعني؟ يا ريت برا البلد، برا الكوكب كله، كنا معزومين على سطح القمر. والله هاي ثقيل يا ابو المجد، عم اهلك علينا ابو جعفر. شو قصدك يا ابو شنب محنى؟ يعني انا بكذب؟ كنا معزومين عند الجماعة وكان جنب دارهم فرن في القمر. وكيف عرفت انه جنب دارهم في فرن؟ الولد راح جاب خبز طازة وكناه على الغداء، ولا لا يا جعفر؟ اه اه كنا على سطح القمر وكنا ملوخية. انا اكلت خبز سخن بس الفرن والله ما شفته، بس واحنا نازلين من سطح القمر شفت لكم شاحنة طالعة محملة طحين. شو قصدك يا ابو النيجرو؟ يعني انا بكذب؟ يعني كيف اكلنا خبز سخن بس شفت الشاحنة ما شفتش الفرن؟ كيف من وين تجيب خبز الولد؟ يابا بدك اياني اكذب؟ اكلت خبز بس ما شفتش الفرن. يا زلمة بس شفت شاحنة طالعة محملة طحين على القمر بس ما شفتش الفرن، وين طالع الطحين؟ على مصنع سكر؟ ما هو طالع على الفرن جنب دارهم الفرن على القمر، أنا شايفه. شو قصدك يا جعفر؟ الولد بقول لك إنه أكل خبز سخن بس ما شافش فرن. لا أبو النيجرو قصده إنه أبوه بيكذب، هذا أبو النيجرو. يابا أنا بدك إياني أكذب؟ صار عمري 40 سنة يابا. عمرك 40 سنة؟ هذا من زمان عايش. والله ما بتقعد يوم في المحل عندي، تفضل اطلع برا أنت والجماعة. ولا واحد بدي اشوف. يلا الله يسهل عليك. انا بكذب؟ اطلعوا. الله لا يوفقك يا ابو النيجرو. قال شاف الشاحنه بس ما شافش الفرن على القمر. والله يا ابو النيجرو لا اربيك كذاب. ميل كامل يا زلمه، بديش اميل، بتنقر الراس نقر. ميل ولك ميل. طيب الكامل طيب لدرجة الهبل. ست أشهر مش بايعين غير دولار، من يوم ما حطيت أبو النيجرو محاسب المحل انكسر. العافية. هلا بوس يد أبوك. وش أبوك؟ سامحني يا بركة، غلطت بحقك يا أبا. طيب طيب أبو النيجرو، طيب لدرجة الخوثان مش الهبل. يا مرحب. امبارح شفت نسيبك جمال بقول انه مر عليك يوم الاربعاء مش ملاقي حدا في الدار، وين كاينين يوم الاربعاء؟ وين كنا يا جعفر؟ وين كنا يوم الاربعاء؟ والله يا ابو ناسي وين كنا، مش عارف. كنا في جبال الهملايا. وين ابو جعفر؟ طلعنا مشوار على جبال الهملايا، اما صار فينا فيلين ما صار في حدا، كنا على ارتفاع 800,000 قدم في الجو، وفي نص الرحله الطياره بترقص رقص. شو إذا لما تطلع تحت السيارة زي النملة مبينة. قلت يا ساتر، رحت على الكابتن قلت له شو فيه شو فيه، بيني وبينك يعني نكون صريحين شو فيه. قال لي اسكت يا أبو جعفر، زطمة الزيت في قاع الطيارة بتشرشر زيت من أول ما طلعنا من المطار. يا ليلي لالي يا ليلي لالي، قلت له الحل، قلت له نزل الطيارة على بطنة، تنزل على بطنة بالثلج بتزحلق بننزل. قال لي هذا هو، ونزلت الطيارة على بطنة الحمد لله، ما ظلش ولا مسافر غير انا وجعفر عايشين. ثلج يا باي جبال هملا، يا شو ثلج بجوز 18 متر ارتفاع الثلج، ودببه دببه طلعت وتطلع طلعت هيك اللي هو ايه
هي دار طين هيك صغيره بعيده شوي، قلت يا ليلي لالي الله يا جعفر نروح عليها. رحنا عليها ودخلنا، فيش فيها اشي، ربنا الله فاضي الدار الا هالباب بدق. مين؟ محدش رد. مين؟ محدش رد. فتحت الا هم 2 مليون زومبي مصاصين الدماء. ليلي لالي يا ليلي لالي طلعوا فيه هيك. قلت انا ايش بمشيهم سدر جاش فخدي وهيك عينهم علي لاني مربرب. قال لك بنقعد اسبوعين عليه هذا الكنفد ابو النيجرو ولا حدا طلع عليه. قال لك هذا بنتحلى عليه ويهجموا لك علي. ما هو ايش الزومبي نقطه ضعف الناب، اشمطوا على الناب يبطل يعض. هجموا علي وعضني واحد من ايدي. ها شو هسوي؟ طلعت فيه بلطه، مسكت البلطه وقطعت ايدي. قطعت ايدك ابو جعفر؟ اه قطعتها وتشرشر دم. حتى جعفر شافني وانا حاملها وهي تشرشر دم. شفتني؟ اه انا كنت موجود بس لما قطع ايده ما شفتش. بحبش الكذب يعني. اذا ما شفتنيش وهي تشرشر دم وحاملها والزومبي بطارد وراي، مالك يا جعفر؟ يا بدك يعني اكذب؟ ما شفتها. عم انا بقولش بكذب. طب ما شفتنيش وانا بخيط فيها قاعد؟ يا عمي يمكن ما انتبهتش، بعرفش يابا. يا زلمه انت بدك تكذب؟ بدك تشلطني على الطلاق؟ ما بضل في المحل يوم، اطلع برا. وانتو كمان بديش اشوفكم المحل وفيش قهوه. توضي اذا ما شفتنيش وانا ماسكها والزومبي بطارد وراي. اكذب يابا. طب اطلع برا، بديش اشوفك في المحل. اطلع برا. بس طلع يلا تفضلوا معاك. ولك ما شفتنيش وانا بخيط فيها؟ حتى واحد من الزومبي ساعدني الله يخلف عليه. قعدنا انا وياه نخيط فيها والعصب لزقنا تلزق. انا بكذب يابا يا جعفر؟ حرام عليك يا زلم. ميله كامل يا عمي. تميل بديش اميل، اتركني بحالي حل عني يا زلمه. ميل قرط راسي نكر ميل. طيب هالكام؟ طيب لدرجه الهبل يا ما شافش ايدي لسه ما كمل الكوش، قطعت نص التحتاني لولا الزومبي خيطوا لي اياه. يعطيك العافية معلم ابو الليل. يا هلا يا هلا والله يا هلا. انا السمية دكتورة بيطرية. اهلا وسهلا. اهلا فيك. صراحة صار لي 5 سنين متخرجة مو لاقية شغل، وبعرف انه عندك حديقة حيوانات صغيرة، فبدي أسألك إذا محتاج دكتورة بيطرية تعتني بالحيوانات اللي عندك. والله دكتورة بيطرية مش محتاجين، بس اللبؤة مرت الأسد الصبح عطتك عمرها. إذا بدك الشباب بلبسوكي لبؤة وبتفوتي على القفص، الأولاد بطعموكي موز وقرشلة بتوكلي وبتلعبي معهم وبحسبك يومية. موافقة موافقة. المهم إنه إشي ضمن تخصصي. ولا يهمك ولا يهمك. جلال لبس الدكتورة اللبؤة وبتزبط كمان زرافة 2 في 1. معاذ ماجستير حقوق، صار لي سنتين شغال أسد واشتغل 6 أشهر جندب. علم أبو الليل علم. هذا الشاب خريج صحافة وإعلام، شو بزبط معنا؟ لبسه دوب دوب. يلا تمام تمام دوب. وانت البس الفار. ها تمام علم. وجهز لي لبس الحمار بالبقلي، لبسني البوز. ما شاء الله يابا البنت حلوة حلوة. اطلب اطلب بسرعة قبل ما يجي حدا يطلبها قبلي بسرعة. ولك اهدى ني بنت. حيها يا زلمة. ولك هذه امها لسه البنت ما جتش. ما شاء الله اذا الام هيك حلوة. اطلب اطلب بسرعة. ولك مين اطلب؟ ابوها يا زلمة. اي شيء اطلب. الله يسعد مساك ابو رنيم. مسيك منور النبي. وين عروستنا؟ موجودة. طيب ابو رنيم تعالي. يابا ما طولها، شكلها بتلعب باسكت، شبه صاحبي ناصر بيلعب باسكت. كيفك رنيم؟ منيحة عمو. اطلب اطلب بسرعه يا زلمه اطلب، في حدا برن على الجرس بجوز جاي يطلبها. اطلب. ولك اهدى ما هم سامعينك. اهدى هم يسمعوني شو اللي حكيت انا. اطلب اطلب بسرعه قبل حتى يجي. ابو رنيم احنا حابين نطلب ايد بنتك رنيم لابننا حمدان، فشو بتقول؟ انا ما عندي مانع. عندك مانع بابا؟ لا بابا ما عندي مانع، بس في شويه شروط لازم حمدان يوافق عليها. اشرطي زي ما بدك حمدان، تحت امرك. بدي اياك تشيل من راسك السهر برا البيت، بدي اياك تشيل من راسك اصحابك الشباب، وبدي اياك تشيل من راسك الدخان، وبدي اياك تشيل من راسك الشده، وبدي اياك تشيل من راسك المباريات، وبدي اياك تشيل من راسك الفيسبوك، وبدي اياك تشيل من راسك سناب شات، بدي اياك تشيل من راسك التيك توك، وبدي اياك تشيل من راسك الانستغرام، واهم شيء تشيل من راسك جروبات الواتساب. وانت شو بدك يعني اشيل من راسي؟ بدي تشيله من راسك كل فكره الجيزه. وانا بدي اشيل هالتفاحه نفسي فيها من حد ما قعدت.
شيل هالشاي من شاربي اذا عمر واحد بشيلك من وجهي، وانت شيل هالحلم قدامي. كتواتو والله لا اكرم لك كتواتا، والله لا اكرم لك كتواتا. اب حمدي، اربع تركات زيت زيتون هيهم عندي. معك. وين بدك اياه يوصلهن؟ ابني فرج اجا عقد عمل على اوكلاهوما في امريكا. لا هم بس شافوا صورته قالوا هذا يصلح للعمل في مناجم الفحم او يحط فحم على راس الارجيله. بجلل والله. لا كيف جاء اوفر حلو، اوفر منيح، يعني بيبدا حياته فيه صح. دفعوا له $150 في الشهر. بعرفش بالاوفر تايم ولا بدونه، ما كليش. Everyone in the queue please. Next please. What's your name? Matthew. Okay. Look to the camera, please. Next. Thank you. In the queue, please. Here. انت بتقرا انجليزي؟ على خفيف. جنيت. Look to the camera. You have lenses? No. كل البنات بيحكوا هيك، مبين عيونك مني. Wait. Next, please. Hello. Hey, man. How are you? Where are you going? Las Vegas. Oh, party. Yeah, party. Yeah. الشاب خفيف دم، خلاص اختمله. يلا. سهل. الله يسهل عليك. Next, please. والله ما انت مخلص سادس ابتدائي، اعطيني. مارغريت، لوك تو ذا كاميرا بليز. يو هاف لانسز؟ كلكم بتحكوا نو. عينيكي طلعت اسود، اعطيها لبسه كل شجر البلد. تفضلي. نيكست بليز. فيش حدا. تعيطش علي يابا، اوعدني يابا ما تعيط علي. مش معيط يابا، انا فرحان انك انت بدك تسافر يابا. يما أمانة الله توعديني ما تعيطي علي، اوعديني يما، اوعديني. مش معيطة يما، وإذا عيطت بتكون دموع الفرح بفراقك يا حبيبي. يابا تركت لك شفرة الحلاقة، إذا حابب تنعم نقطة زيت بتطلع حلاوة يابا. الله يقرفك يابا. يا زلمة هاي الشفرة بتحلق فيها وأنت عمرك 11 سنة، شو هالقرف هذا اللي تعيش فيها؟ يما الشنانير أمانة عندك، بتطعميهم منيح مش تذبحيهم يما. شنانير يا زلمه، خلصنا هسه الطياره بتروح عليك، ما صدقنا وانت تسافر امريكا يا زلمه. احنا والشنانير واهل الحاره كلهم ندعي لك تسافر. افراقك عيد يا حبيبي، افراقك عيد. يابا تنساش الشفره بالخزانه ماشي؟ يابا كل اهل الحاره والبلد عرفوا انك تارك شفره بالخزانه. ام احمد ترك الشفره بالخزانه. حتى لو تارك الاستشوار ولا تارك لي مشط كهرباء، كل شو عملت في. اسمع انت على اني ولايه مسافر، من هسه راح تشتاق لي يابا. يا زلمه لا مشتاق لك ولا زفت يابا. اي ولايه عشان اذا صح لي واخذت فيزا على امريكا ما جيش على الولايه اللي انت فيها. اوكلاهوما يابا، اوكلاهوما. ياكلك بدلك يابا. مش تعيطوا يابا، راح استقلتوا يا حبيبي. يما مش تعيطي، اوعى تعيطي يابا، اوعى تعيطها، اوعى يابا. والله يابا نعمل عرس الليله عفراقك يابا. يه يقصف عمره، نسيت تنكات الزيت تبعوا للناس، هلا اهل امريكا ببهدلونا غاد. والمي المقري عليها، يا خسارة تعبي، هسه راح يعزروا علينا اهل شيغاغو. مش مشكلة، شيغاغو مغاغو، المهم فارقنا. يا الله شو راح اشتاق للبلد ولابوي، بس انا الحمد لله ما قصرت بحقه، تركت له شفرة حلاقة يحلق فيها براحته. ان شاء الله الله بيقدرني هيك واجيب له باكيت شفرات كامل، ولامي حرام مسكينة تجيب لها اي شادون لانه بضل في سواد تحت عينيها. وانت بدي اجيب لك علبة فازلين لبشرتك زي الكاوشوك ان شاء الله. انت ادفع لي الاجار وخلف الله عليك. يا زلمه ليش خايف على اجار؟ ببعث لك اياه حوالات على البنك على الفيستر انفينيون ان شاء الله. تبعث لي الهويه وببعث لك اياه. لا اشتغلنا اليوم. كله $3. ول $3؟
إذا جنتلمان كيف السلامة عليكم في الترين؟ Everybody in the queue please. You in the queue. You please. هذا الولد مش مرتاح له. عينيه زي عينين الضبع بتلبت تلبت. Next please. تريت تريت تا تا أعطيني زلمة خد لك دورة إنجليزي وريحنا. إليكسا look to the camera please. You have lenses. كلكو هيك يلا تسهلي أنا اللي حاط lenses. Next please. هذه فرو هذه صينية إنساني بدك وجعة راس هلا أنت لأنك إنجليزي عدد تتو كيف الصيني. لا 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 واتس يور نيم؟ بينرو جان. خلص تتسهل انت منها هذا بدها شغل اخر النهار تفضل خلص بدون لانسي لو جو تو ذا كيو وين اي سي كام يو كام اوكي كام ناو وات ذس What this? شو هذا؟ My passport, Palestinian Authority. شو هذا يا زلمة؟ شو هذا notebooks ولا هذا الرسم؟ شو؟ What this? My passport. Where are you from? Palestine. Pakistan. No, Palestine, Palestine. Pakistan, I know Pakistan. You have this? I have this. What this? It's هوية. You this have to this. I have this. What this? ممغنطة. You this have 3 days. I have this. What this? You this have 4 days. تصريح. And this. What this? هذا جواز أردني مؤقت 5 سنين. You this have 5 days. This. What this? You this have 10 days. You have 10 days. There is Arabic. No. No, go, quickly, yeah. سكر الشاشة. Police, come, quick. سكر المطار يلا. What happened? ولك one bed is has 6 days. What happened? خذوا تعالوا. خذوا. تجري. سكر المطار اجري. قالك اجري. Hello. جرام نيكسيون. One this of six this. Pakistanian. General Nixon, this have six this Pakistanian this. Palestine. I know Pakistanian. What's this? A lot of this. كل this set. ذبحنا this set. علي الطلاق من مرتي إليزابيث إلي 48 سنة بالمارينز مغرق 12 غواصة مشترك ب 30 حرب منهم 35 حرب عالمية ما شفت زي ذس يمين فوق يمينك علي الطلاق من مرتي أم جوني خازوك ذس طلع من ذس طيب وين شلت ذس؟ بلكي فيها ذسات من هذول والله يمكن معاه ملايين ذسات هذا وإحنا ما معنا خبر عينيه زي عينين الضبع أبو كشة باليستاين I know Pakistan تخون صار تحكي انجليزي احنا مش حكين انجليزي انت تحكي انت جوني I'm not Johnny man هذه الجملة الوحيدة اللي رايز تحكيها أنا جوني يلا خلي this عند this كم نشوف this كله ذسات باكستاني what is bad This جنرال نيكسون بسرعة بسرعة جوني حبايبك ساعد خذوا بإيدي شو ذوقه بالأواعي بيغسل What this مروانة No, this ملوخية ناشفة. It's marijuana. أظن بمرجن. شم انت إلك في الشغلات. شو؟
شو هالأواعد؟ شو هالألوان يا زلمة؟ شو هالستايل تاعه؟ بخزي What this? كوكايين؟ No, this طحين قمح. كأنه بكتكت. شم شم من تتاح الشغلات. خلاص هلا بدك تسطع تسحب تسطل لنا. شو What this? طحين قمح. What's this? لك What this? كرت المعان. وحياة شاربك عالطيب كنت حاب أساعد. أنت أخونا وحبيبنا. وشاهدت فيك مجروح أبو نسب. بس this لازم يتسلم للسفارة الباكستانية. أبو قرابة. وحياة شاربك عالطيب. وابشر بعزك. السفير الباكستاني أخو مرتي. بعطيه ويخلص هو وياه. شو رأيك؟ ريحنا منه. هذا جننا أبو الدسات. سكر شنطة يلا. أختك باكستان؟ No, 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 not باكستان. I am Palestine. I don't do anything. I am a good person. شايف الأكسن تاعه باكستاني. باكستان، باكستان. تحكيش إنجليزي. تحكيش إنجليزي. مش هسه تنسانا في الباكستان. يا الله قول. باكستان. باكستان. جيبه برينج. باكستان. باكستان، باكستان. خلاص عرفنا باكستان. No, no, باكستان، باكستان. يا با أنا أمريكا أنا في الباكستان اسمع بعث لك طيب شفرات باكستاني أصلي وصلناك طب حلو ضلك يحلق للدوخ كتواتو والله لا أكرم لك كتواتا والله لا أكرم لك كتواتا يا فطيم نعم نعم تلفونك منين يلا الو وعليكم السلام ورحمه الله هلا اعذرني يا حبيبي والله عندنا سفر الساعه 2 عندنا طياره يا رجل بقول لك عندنا طياره الساعه 2 خلص بنيجي بنيجي ولا يهمك ابشر يلا باي هذا صاحبي بده انا نجي من عمان عجر الشن نفطر عنده أهل الأردن أهل خير وبركة يلا قول يلا يلا بنروح أنت خذ الدوش؟ خذ الدوش معناته بس داير ماي مرسول الحب وني رحتي وني جيتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتنا وحالي ما تعود مدام الحب بنا مفقود وانت من نبع سقيتينا 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 واحنا تايهين ومش عارفين وين احنا وين احنا علي الطرباش انه احنا تايهين ما احنا عارفين وين احنا وعلي الطرباش ما جاب لنا الدور غير التحويل اللي فتناها انت متاكد انك ما خدوش ما خدوش علي الطرباش بس محمم راسك ما انت عامل شيء ثاني علي الطرباش انا ماني عارف وين انا علي الطرباش ما إنا غير إذا واحد بس نوقفه ونقول له وين إحنا يدلنا الطريق علي الطرباش ما حد بنزل غيرك علي الطرباش ما أنت متحمم من مرة وقف وقف على اليمين طب علي الطرباش قنبلة مزيلة الدموع أهون منك هلا أستاذ في شيء يعطيك العافية هلا حبيبي إحنا مش من المنطقة ورايحين على جرش وعلي الطرباش شكلنا تهنا جرش اللي بغني فيها المطربين جورج وسوف وماجد الرومي وسيف نبيل ومريم فارس كرم أيوة بغنوا فيها كل المطربين تروح دغري شو يعني دغري؟ سيدة سيدة بتروح أول مفرق بعد 100 متر غاد شو يعني غاد؟ هناك دليت؟ شو يعني ندليت؟ أي روح يا زلمة روح 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 بتونس بيك وانت معايا بتونس بيك وبلاي بربك دنيايا لما تقرب انا بتونس بيك لما بتبعد انا بتونس بيك واحنا تايهين
أكيد إيد علي الطرباش، ما إحنا دارين وين إحنا. علي الطرباش تعدينا جرش. علي الطرباش يكنا في مصر أو في سيناء، خاف الله. علي الطرباش ما إلنا إلا واحد نوقف ونقول وين إحنا يدلنا. علي الطرباش أنت يمكن آخر مرة متحمم فيها في 94. صف صف. يعطيك العافية علي الطرباش، احنا مش من المنطقة وشكلنا تايهين، بدنا نروح على جرش اللي بغني فيها جورج وسوف، مجد الرومي، مريم فارس. افهمنا، ما انت سألتني قبل شوي وقلت لك دغري. شو يعني دغري أستاذ؟ سيدة بعد 100 متر على اليمين اندليت. شو يعني اندليت أستاذ؟ بشمطك بقاع ايدي بجيبك في مدن، فاهم؟ غلبك شو يعني مدن؟ اروح خلاص جوز هبلان ولك. روح روح، هذا شكله نفس الولد اللي سألناه أول مرة، خليه يطلع قبلنا، خليه يطلع قبلنا. أنت اللي بحبه أنا، أنت اللي بحبه أنا، ساكن قلبي وروحي، إنه البلسم بروحي. من حبيبي أنا رد علي وقولي، من حبيبي أنا رد علي وقولي، من اللي بحبه أنا. نروح على جرش. الله يلمسك. علي الطرباش كنا تهنا، وين جرس؟ تمزيع لعمسك، تمزيع حفلك الطلق، امزح عمسك. جرس اللي فيها المهرجان بغني سيف نبيل و مريم فارس كرم. جرس الله يهدينا نقولها في نعطك. تايهين احنا، وين جرس؟ جرس ولك بدك تهنيني انت، ولك جرس وين؟ وين جرس؟ خلص جرس جرس. هذا الولد انجن، نفس الولد اللي سألناه أول مرة. اطلع اطلع، انجن انجن، مزع شعره. اطلع اطلع. حيك يا بابا حيك، ألف رحمة عليك. أهلا وسهلا. حياكم الله. يخلف عليكم يا أهل جرش، أنتوا أهل كرم. إن شاء الله عجبتكم الصاجية. لا صاجية من الآخر، ما عليهاش حكي. طب ردوا علي، اتغدوا بعدين بتروحوا. لا بدنا نطلع الطيارة على الثنتين. عندنا طيارة مستعجلين. الله يسهل عليكم. يلا بالإذن. الله يسهل عليكم. حريك حريش وشو ببرم؟ إذا انقلب راسي قلابي. أنا دخت. لا كنت من الصاجية. لا من برموس ندي، والله ماني شايف قدر. مش ميخ الدش أنت؟ لا ماخذ. معناته مش بتليف. خليك هنا خليك، وبلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة، بلاش تفارق. احنا تايهين علي الطرباش، ما أنا داري وين احنا. علي الطرباش تعدينا عمان وحاسب الجفر. علي الطرباش ما هي هذه الطريق اللي جينا منها من عمان لجرش. علي الطرباش شكلنا في الخرطوم. علي الطرباش ما إنا إلا نوقف واحد نسأله وين إحنا. علي الطرباش ما أنت متحمم إلا مرة واحدة في حياتك، يوم من ولدت. صوف صوف. عمان من وين؟ يا زلمة انت بدك تهبني، بدك تجلطني، بدك تجنني، بدك تطلعني من يا زلمة، يا زلمة هاي سيارتي خدها، روح فيها على تونس، على العقبة، على الجزائر، على الاسكندرية، على طبربور، روح فيها على سيدي ابو العباس، روح فيها على سوسة، روح فيها على وين بدك. ما فهمناش، عمان من وين؟ عمان عمان ايه، انجن انجن انجن. الطير سنونو سلم لي عيونو، يا طير سنونو سلم لي عيونو، يا طير سنونو
سلم لي على عيونه. قطعت له بنزين والله ما احنا عارفين وين احنا. وين المطار؟ هاي في رجل، هاي في رجل. يا رجل يا رجل يا رجل يا قلبك، المطار وين؟ هاي المطار. وجهه مش غريب علي. انا مر عليه الوجه كاني شايفه هالبنيه. شو اللافته هاي؟ دار البيضاء؟ يا طير سنونو سلم لي عيونو. كتواتو والله لا اكرم لك كتواتا، والله لا اكرم لك كتواتا. مرحبا، شو اسمك؟ ميساء. أنا بدي أطلب منك طلب بس خجلان. لا أبداً، تفضل. ممكن تستنيني بس دقيقة أجيب أهلي يشوفوكي؟ آه طبعاً، بس بليز لا تتأخر. دقيقة واحدة بس. آه سونيا، اسمي حبيبتي، أنا شكلي ما رح أجي معكم، شكلي رح أرتبط بس ما في إشي رسمي. طيب أمانة لا تحكي لحدا، خصوصاً لانا. يلا باي. آه ماما اسمعي، أنا هلا بدي أجي على البيت عشان نعزل، شكله جايين ناس يطلبوني. آه ماما، الشبابيك وفوق المجلة وتحت المجلة. لا يا ماما شو يا زن ابن عمتي، حكيت لك إنه مش التايب تاعي. لو تشوفي الشاب اللي جاي كيوت وابن عالم وناس مرتب. ماشي ماما، أوكي باي. شو صار واصلك الخبر؟ آه حبيبتي رح أرتبط، ولا ترجعي تحكي معي وإلغي رقمي. ممدوح ممدوح، شوفي 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 شو شريت لك، فستان بجنن للسهرة، شو رأيك فيه؟ يا ابن الحلال هذا قميص نوم. أي كويس للسهرة يا بنت الحلال. أنت بتميزش. تعالوا تعالوا شوفوا هالبنت بسرعة بسرعة. شوف شو شريت لك يابا، شوف شوف شوف. يا زلمة مش وقت الضحك، تعالوا شوفوا هالبنت. يلا 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 يلا. وينها وينها يابا؟ يا الله شو صار نفسي اشوفها، وينها؟ وانا كمان. هاي يابا. لا يا زلمه مش هاي مش هاي. هاي هاي وينها؟ هاي عمو، في البنت الطويله اللي لابسه ابيض، وين راحت؟ اه بتسلم عليك، تركت لك هاي الورقه. شو تركت شو تركت؟ ايه تركي اسمها ورقم تليفونها وعنوانها. المثل مثل بفرجيك. يابا تنسى شو شريت لك، شو احلى. شو بتحكي؟ خلص يا زلمه فرقت فرقت الضحك. دور على الحمام. دور على الحمام. الله يحمي الله يحمي الله يحمي. يلا يلا. هيا اجي خالي، اجي خالي. مساء الخير. اهلا اهلا. صدقوني جيت خصوصي اشوفها من الشيلي. شيلي هالنظاره تنشوف عيونك. والله انا اجيت من تورنتو خصوصي لحتى اشوفها. 72 مرحبا يا عمتي، 72 مرحبا، 72 مرحبا. خلاص فهمنا انه بدك 72 ليره من ابني. والله لا خليه يجي يعطيك اياها 72. نزل نزل اضحك يا خالي. كيف بضحك كيف بضحك؟ اسمع تنساش جبت لك اياه العلم الجامعة عشان نضحك الليلة. مش طبيعي ابوك شو نافي، عشان هيك حبيته. ناشي شوف البنات. اه انا حكيت مع اهلها هيهم بستنونا. يلا سلو سلو سلو، في اشي مش ملاحظينه؟ لا جد والله. شو؟ انا لابس علون الكنباي. اسيلة معك. يلا يلا يا بي. Ha 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 ha!
اسمعوا، ما بدنا نجيب سيرة لحدا إلا لما يصير الموضوع رسمي ونقرا فاتحة، مفهوم؟ ما بدنا نفتح عيون الناس علينا. ماما خصوصا أختك عينها هالقد، لا تحكي لها. سدي بوزك أنت، أهم إشي عماتك ما يعرفين. هيو وصلوا، خشي خشي يابا خشي، ممنوع تبيني إلي لما تجيب العصير. يا الحمد لله، بدي أفرح فيها الحمد لله. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا ميت، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، مرحبا، اهلا وسهلا، تفضل تفضل يا ميت، اهلا وسهلا، تعال تعال تفضل تفضل، شرفتونا يا ميت، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيكم. تنساش يابا جبت لك اياها عشان نضحك الليل. لا نضحك بعدين، لا وقت تضحك راح تفوت وتضحك. بدنا نشوفها اكيد اكيد. انا خصيصا جاي متشيلي عشان اشوفها. يلا على طول على طول، تعالي يابا يا ميساء تعالي. تفضلي امي الله يحميكي. اهلا وسهلا. هاي امانة الله، ما هي الخالق الناطق سامية بنت خالي في البحرين. اقسم بالله الخالق الناطق. عن جد كأني شايفة سامية قدامي. صورها يا بابا، صورها لسامية في البحرين. سامية هيا هاتي، شفتها في السوق، طويلة زيك، طويلة زيك، طويلة وقتنا. عن جد ضحكتنا يا بابا، عن جد بتشبه سامية. ما أوقحك، جايب لي كل أهلك بس عشان تفرجيهم إني بشبه سامية. على فكرة بنات العالم مش لعبة، حتى نفس عصبية صحيحة. شو هالتفاهة هاي؟ أقسم بالله إنكم ما بتستحوا، حتى إما نفس عصبية. طب يلا برا برا، يلا يلا سامي، يلا 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 سامي يا بي. حبك سفاح مجرم شكلي سلاح، حبك مبقت حبك ورقة وتفاح. أنا ننسى عجرم قلبتك كوكتيل، لو صورت أما حلف واكي. إيه استنى أبو شباب، استنى شوي يا زلمة، شو بدك؟ شوي بس شوي 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 إيه شوي شوي، خليك شوي بس، شوفي خليك خليك بس كده. آه يابا تعال تعال بسرعة، في مفاجأة أخت شيلين، تعال على مفرق أبو خضر، تعال بسرعة بسرعة اللي بستناه. يا زلمة شو في؟ شوي شوي أبو شباب، هلا في إشي راح تتفاجأ منه. هيا هيا اسكت اسكت. ها يابا تعال بسرعة تعال. شو في؟ تعال بس تعال. الخالق الناطق راجح ابن خالي عطا الله ولا لا؟ للأمانة صورة طبق الأصل. نفس العنب نفس العواقب نفس الكتم نفس العصب يا بلعم. هلو هو نفس. أنا ساعتين موقفني عشان تقولي أنا سمح راجع، أنا سمح راجع. أعزائي المشاهدين، هيك بنكون وصلنا للتحدي الأخير بين الزوج رعد وزوجته نوال. بس بدك تعرف كتير منيح يا رعد إنه هذا التحدي الأصعب. بكل بساطة رح نغمض لك عيونك ونفوت على الاستديو خمس نساء من ضمن مرتك، ومن خلال لمس رأس المشاركات بدك تعرف إنه مين هي مرتك. بلقتها من بين ألف. لا لا ما بتصدقي رعد، لو حطيتي له مليون بنت بيعرفني، ولو من بين كومة قش. ما انت إبري بدأ طولك من بين كش. طيب خلونا نبلش خلونا نبلش. رعد صار قدامك خمس نسوان من بيناتهم وحده هي مرتك. التحدي الاكبر تعرف لنا مين هي مرتك من خلال لمس راسها. يلا يا رعد فاجئنا، يا رعد فرجينا الحب الحقيقي يا رعد. Thank you.
هيها مرتي. مستحيل، كيف عرفتها؟ سبحان الله، هي الوحيدة اللي قلبي ما دق لها. مبروك، يبارك فيكي. كتواتو والله لا أكرم لك كتواتا، والله لا أكرم لك كتواتا. البيت كلش مشاكل، العائلة كلش مشاكل، الشركة كلش مشاكل، أهلي كلش مشاكل. ابنك منقذ دا يريد يترك البيت. منقذ زوجها هواي، ما يريد الزكينة، دا يريد الفقيرة ويتزوجها بعد. لا 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 لا، زوجها هواي هواي، وهمينا دا يريد يسافر ويبيع العربية ماله. لا 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 لا، ودع واي واي واي، ترى طفرتنا بعيشتنا، انت اللي زودتها هواي هواي هواي، ما عندك غير هالجملة حافظها؟ عفاف، ملاحظة انك زودتيها هواي هواي هواي، ترى انت اللي زودتها هواي هواي هواي. اقلب الترابيزة، الميز اسمي، اقلب الكنباي، تشرباي، ما اريد اقلب شيء، ما احكيش عراقي انا يا عم، بح في العراقي. وش بيك انت يا منقذ؟ تترك الزكينة وتقتل فقيرة؟ وش بيك انت؟ ترى زودتها هواية، ترى اطربق البيت فوق راسك يا طرد، ترى زودتها هواية. باوي علي يبا واسمعني زين، انا ما اريد الزكينة بنت عمي ولا اريد المال، انا اريد الفقيرة. باوي علي يما واسمعيني زين، انا اريد الفقيرة. وش بيك انت؟ ترى اطربق البيت فوق راسك يا طرد، وش بيك انت؟ ترى زودتها هواية. جدك كان رجل أعمال كبير في بغداد، ترى زودتها هواية يا طرن، ترى طربك البيت فوق راسك. إيش بيك أنت؟ غير شوي شوي على الولد. عمي أنا هذا الطرن بعد ما أريده، طلع من قلبي. إيش بيك أنت؟ غير مخبلة مخبلة، غير أنت اللي ما عرفت تحافظين عليه. وإيش بيك أنت؟ ترى زودتيها هواية، أنا لما تجوزتك ما كان معي حبة موطة. يبا ليش تحكي مع أمي هيك؟ ترى زودتها هواية، أضربك هواية، أجيبك في القادمية. هاش بيك؟ غير شوية شوية على الولد. ترى زودتيها هواية. لا انت زودتها هواية. عمي عمي هاش بيك؟ بدول عينك هاش بيك؟ ترى زودتها هواية، تريد تبصم قبل لا تموت. وهيك شركات صارت مالي. طلعي. هاش بيك؟ غير قالي بالبيت علينا طلايب. ترى هذه نهاية ظلمك. ها ترى ماني فاهم عليش ايش ايش اللي حكيتيه. انا اللي عملته اريد اعرف مين اللي علي ومين اللي علي. ترى زوتيها هواية، وش فيك انت؟ ترى طربك الدربونه في جراسك، انت طالق. زوتيها هواية، وش فيك انت؟ وانت شو بتعملي هان؟ واقفه يمك عمي. جيبي لي زلاطه ودلمونه وشاقاشوكه. حاضر عمي حاضر. ريدك زودتوها هواية، ترى طربك البيت فوق راسكم، ولعن أبواهلكم واحد واحد، جننتونا ولخمتونا لخم، بعدين معكم إيه؟ مساطين انتو؟ شو اللي بتحكوه قاعدين أنا؟ فيش سلام في الدار؟ مش عارفين نحكي كلمة؟ زودتوها هواية وش بيكو؟ زلعت طيمو ميتو. هذا إشي بمسكت عليه. وين غرفة المدير؟
شو هاي المدرسة؟ أولادنا صار عديد التوجيه 12 مرة مشان الإنجليزي. إذا مديرهم مش راضي يستقبلنا. شو في يا عمي مالكم؟ شو في؟ شو الدعوة؟ كيف بقدر أخدمكم؟ تفضلوا. بدناش نخلص من هالموضوع أستاذ. بتكونش تغيرون لنا معلم الإنجليزي؟ يا عمي جبنا لكم حلينا المشكلة وجبنا أستاذ إنجليزي محترف شيكسبير مش زيه، راتبه قد راتب كل موظفين المدرسة، إحنا بهمنا مصلحة الطلاب. تفضلوا انتهى الاجتماع. يا عمي قلنا لك انتهى الاجتماع، تفضل. شكرا. عفوا. مبردك. صباح الخير يا شباب. الأستاذ موسى من أمهر أساتذة اللغة الإنجليزية بالعالم، صنفوه بعد شكسبير مباشرة بالمهارات اللغوية. أنتوا في أيدي أمينة. أستاذ موسى راح أترك لك الساحة، أوكي؟ عندي اجتماع بسيط. They will be in safety hand. Don't worry. أوكي. Take care. Good morning. بدي أفحص مستواكم في الإنجليزي وإن كنت هما go to the future. Thank you. يو أبو كشة. أنا؟ شو هذه الكلمة؟ بهلبين أستاذ. هذه بهلبين؟ ها؟ بهلب محلك. يو أبو شعر عجنب. What this؟ السندة أستاذ؟ ذي السندة؟ سند مكان. واضح مستواك الإنجليزي زي حداي. بس إحنا don't worry. We will look to the future. ونتطور. فيش أي إشي عيب يعني. خلينا نبدأ بفعل why. Sometimes we ask, where you going? Why you dreaming? Why you eating? Why you walking? Why you sleep? Why you laughing? Why? أستاذ لو سمحت بس شو معنى كلمة why؟ ليش؟ هيك أستاذ بس بسأل والله. بقول لك ليش؟ شو ليش استاذ؟ بسألك شو معنى كلمة واي؟ ولك يا ابني ليش؟ يا استاذ شو مالك مقصر؟ قاعد بسألك شو معنى كلمة واي؟ شو حكينا احنا؟ يا سمع ابوي انت بقول لك ليش؟ ليش؟ انا بدي اروح على المدير بدي اعرف ندفع مصاري وكيف بتجاوبنيش؟ ولك ليش؟ يو بوكسر يو اندر ماي ليكس يو بوكسر بريق ولاد عمك بريق ولاد عمك طلع هدي يا استاذ وبس بحب يعمل دائما مشاكل مع الاساتذة مش مشكلة حصل خير بس أستاذ ما فهمناش شو يعني كلمة واي ولك ليش؟ بقولكوا ليش؟ ليش؟ أستاذ شكلك ما بتعرف تدرس يو بوكسك يو بوكسك يو برينج أولاد عمك يو كم أستاذ موسى مش أنت بس اللي بتحكي إنجليزي بالعالم أنا كمان بحكي إنجليزي مستر موسى I don't like your behavior with the students Oh you surprise me أستاذ موسى أنت في مدرسة خاصة الناس بتدفع فلوس بدفعوا راتبك الكبير احكي لي شو المشكلة قبل ما يكبر الموضوع يتخطى حدود الوطن I will tell you this guy ليش بتحكي انجليزي احكي عربي حبيب. هذا الطفل سألني شو معنى كلمة واي قلت له ليش صحيح انك وقح عن جد انك وقح يا اخي انت استاذ لازم تجاوبه نشفت دمهم للأولاد وانت تحكي لهم ليش يا اخي مسؤوليتك تجاوبهم يا عمي هم عندهم استفسارات لازم تجاوبهم تفضل اطلع برا تبطرون Go to hell Go to hell I will clean you on the street I will put my finger وحطها بعينك وعصرها عصر Put my leg in your nose. I will put my hand in your heart. وطلعوا بين يدي. I will kill your hair. Kill your beard. You. Put in my legs. I will cut your legs. وخليك تمشي عيدك ماشي. زحف. Bring all your أولاد عمك. استناني. الله لا. I squeeze you till sponge pop. I will make big touch. Go. Go, Mr. Musa. Go. Go! يا أستاذ موسى أنا مدير المنطقة التعليمية وبعرفك أستاذ محترف بعدين إذا ممكن تقول لهم معنى كلمة واي ليش؟ فعلاً أنك إنسان وقح والله لابس لك من كل التعليم يا أستاذ معنى كلمة واي بالعامية ليش؟ 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 بالفصحى لماذا؟ أنا بعرف إنه معناها لماذا وأنا صدقتك اليوم برجعك على التعليم خلاص شكرا شكرا يا استاذ هذه زوجتي الو انا في الشغل
أنا كذاب؟ يوم بوكسينج 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 يوم بوكسينج bring your family barking your brother boxing your father slap slap your mother mother استاذ you boxing boxing you boxing 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 you under my leg you كل يور هير يو بوكس ولا ما الان وصله طولوا الدفاتر واكتبوا اي شيء بتعرفوه في الانجليزي أستاذ أنا خلصت الورشة قصد الحصة يعطيك العافية بنشوفك بكرة برينج ولاد عمك طلع يو بخشيك ما يبك طوشي استناني كتواتو والله لا أفرم لك كتواتا والله لا أفرم